هي ما هي جنسية؟ الأثيوبية. المرأة شو بدها؟ إنه مرتي كان بدها تغير شعرها مثلاً كل شهر أخذها، بدها ميك أب، بدها احتياجاتها الخاصة. حقها ما قلت لا، إنه أنا كنت عم بشتغل كان ماشي حالي تمام، كنت ولا أحلى من هيك وماشي الحال، الأمور تمام التمام. الدولار طلع وجت ثورة 17 تشرين، الثورة اللي جت وكورونا وكذا وفتنا بالحيط، يعني ما عاد فينا نعمل شيء والله. وقع الانفصال؟ ايه انه بطل يعجبني مستواك انت وكيف كنت قبل وكيف كنت وكيف صرت هلا، بطل يعجبنا هيك. وخلصت العلاقة يعني؟ خلص اليوم يعني انا بدي اياها ترجع لبيتها ولحياتها وانا بعتذر منها يعني اكيد. شو اسمها؟ كالكيدان. بدي ميك اب، بدي شوف ميت العالم، بدي روم بحر، بدي بيسين، بدي روم بالمطعم، بدي قبل بفرش دولار بس.